حققت حلوى المشبك الوهطي شهرة واسعة على مر العصور ليس على نطاق اليمن بل امتدت إلى خارج حدود البلاد. وتعد مدينة الوهط التابعة لمديرية تبان بمحافظة لحج المركز الرئيسي لصناعته. شباك الوهط يعني مشهور هذا في العام داخل الوهط يعني مشهور يعني بحاجة جيدة مشهور، وهو خصية يعني من اللي يعملوه يعني غراج ده كانوا يصلحوه ويصدروه به لأي حتى في السعودية يصدر في أي مكان يصدر. منطقة الوهط مشهورة به بصناعته ويعتبر يعني من أقوى الحلويات في منطقة الوهط ولحج عامة، ويستخدم كهدايا في لحج وفي عدن وعدة مناطق حتى خارج المنطقة. توارثت عدد من الأسر صناعة المشبك منذ القدم، حيث تجد في مدينة الوهط آثارا كثيرة لبقايا منازل ومعامل مبنية من الطين كانت مخصصة لصناعة هذا النوع من الحلوى. أنا من اللي اشتغلت فيه كانت تعلمني أمي اشتغل، واشتغلت يعني كنت اشتغل في رمضان، يوم اشتغل في رمضان كنت وبيع بيع المشي بيع المشي، وفي يعني كان يقول ناس من داخل لحق يشلوا مني هدايا يشلوا مني من المشبك هذا الوهطي مشهور حق قراج ده فقط. ثلاثة بيوت. هذه المهنة اتخذها أبناء الوهط خاصة أبناء أو بعض مناطق محافظة لحج. هذه المهنة اتخذها أجدادنا من ثم أباؤنا وأيضا الآن الأبناء. مشبك الوهطي يعني أنشأت هذه المهنة منذ مئات السنين. يصلحوا بعدين يعني يصلحوا مدفور يعني المشبك أنت يا ابني تجيب يعني دست على حطب تنجحها، هذا على الشولش ما ينفع تنجحها على حطب تفور الحل. لما تفور الحل حطها يعني تشيل بعدين تشيل بالعودي يعني في صبعك، اذا حنبو صبعانك ثنتين دالة ناجح ويخرج العرف. تحذقها بعدين بالليمون، تصلح لها 6 معالق ليمون من الصغار معالق حقون الشاي وتخليه قليل فوق مراكيب تنزله. لا تختلف صناعة حلوى المشبك الوهطي الآن عن ما كانت عليه قديما، وهو ما جعله يحافظ على شهرته وتميزه ليستمر حاضرا في كل المناسبات والأفراح. ويعد شهر رمضان المبارك أحد أهم المناسبات التي تشهد رواجا كبيرا للطلب عليه.